موضوع الكهرباء نفس الكلام، ما اقدرش ان انا احرر اسعار كهرباء بصوره يعني مباشره، وبالتالي الخطه اللي موجوده برضو بنتكلم 4-5 سنين مش حتى سنه ونص زي ما بنقول للمحروقات، انا بتكلم على 4 سنوات علشان بالراحه، وان كمان دايما الشرائح، وعايز اقولها اطمن حضراتكم، عندنا الجزء بتاع الشرائح اللي هي بتمثل بدون مبالغه 80% من قوام الشعب المصري، دي اللي بيبقى اقل زيادات تحصل عليها، وتبقى الزيادات الاكبر على الشرائح الاخرى وكمان الانشطه الاخرى الغير سكنيه، نبقى هي اللي بنحمل شويه عليهم، لكن عشان المواطن البسيط والاسر المتوسطه يبقى بنخفف اي زيادات عليهم بقدر الامكان، تبقى اقل نسب زيادات بتحصل لهؤلاء علشان ما نتحركش بصوره كبيره برضو تاثر على الفاتوره الخاصه بالانفاق للمواطن المصري. ولكن كل همنا تاني انا بقولها لحضراتكم النهارده، الفاتوره الشهريه لوزاره الكهرباء اللي المفروض تدفعها لوزاره البترول نتيجه للمنتجات البتروليه اللي بتستخدم لتشغيل المحطات بتتعدى 16 مليار جنيه. طب هي وزاره الكهرباء بتدفع كام من هذه الفاتوره لوزاره البترول؟ 4. طب الباقي ده كله مين اللي متحمله؟ الدوله. فالنهارده كل اللي بعمله ايه؟ احاول ازود اقلل بس الفجوه ما بين ال 16 وال 4، ابدا احرك حته عشان بس يبقى الرقم تقدر وزاره الكهرباء تدفع جزء اكبر شويه لوزاره البترول، وحتى رؤيتنا بقول لحضراتكم نتحرك على مدى زمني 4 سنين على الاقل عشان اقدر بس ان انا اقول بيتحرك، ولكن حتى بعد ال4 سنين ستظل الشرائح بتاعت محدودي الدخل ومتوسط الدخل مدعومة. دايماً هنعمل إن نخلي بعض الأنشطة الغير سكنية والشرائح العليا هي اللي تتحمل شوية على يعني لصالح الشرائح الأخرى اللي هم محدودي الدخل ومتوسط الدخل. طبعاً عندنا مشكلة كبيرة جداً في الفاقد في الشبكة الكهربائية، وأنا هتكلم بمنتهى الشفافية، حجم مش هقول مشاكل فنية، المشاكل الفنية بيبقى لها طبقا للقياس العلمي نسبة معينة، يعني بيتقال ان دايما حتى في الدول المتقدمة في نسبة فاقد في الشبكة بتاعت الكهرباء نتيجة لطبيعة الشبكة والنقل والتوزيع والكلام ده بيحصل فاقد، لكن احنا عندنا حاجة اسمها فاقد تجاري، وده للأسف راجع لموضوع السرقات، وده ليس بالقليل بمنتهى الأمانة، ليس بالقليل. عشان كده يمكن كان أحد القرارات المهمة إن إحنا نركب عدادات كودية لكل المنازل حتى اللي في العشوائيات واللي غير مقنن وضعها وكل المنشآت اللي موجودة حتى الغير رسمية، عشان بس أنا كدولة أخد جزء من مستحقاتي بغض النظر عن قانونية المبنى، إحنا موضوع التصالح وموضوع التعامل مع المبنى ده شيء، وإن أنا أخد حقي كدولة من استهلاك الكهرباء ده شيء آخر، تكثيف الحملات، ولكن برضو احنا بنتكلم في دولة كبيرة قوي، وبالتالي لما بقول ان في حجم سرقات بنسبة معينة ده رقم كبير، ولازم نبقى واخدين بالنا، وده جزء من بناء الوعي على المواطن، ما هو لما بيحصل هذه السرقات الدولة هي اللي بتتحمل، وبالتالي بيأثر بعد كده في حاجات كثيرة جدا على الخدمات اللي بقدمها لك، على ان انا مش قادر انفق على الخدمات اللي انت عايزها في صحة وتعليم وبنية أساسية بسبب ان انا مضطر ان انا ادفع هذه الأرقام علشان تفضل الخدمة موجودة. يعني مرة أخرى لو هذه الأرقام قلت هتساهم في تخفيف كانت وطئة الفاتورة اللي أنا بتحملها كدولة عشان أدبر المنتجات البترولية، وبالتالي كانت فكرة تخفيف الأحمال، ما هو لو بقدر أوصل ل100% تحصيل كان ممكن إن أنا ما اتجهش إلى عملية تخفيف أحمال، فهي بتبقى منظومة على بعضها بنتحرك فيها. الحكومة مسؤولة صحيح، ولكن أيضاً المواطن هو شريك مع الدولة، ولازم يبقى عارف ان كل ما بنخفف من هذه الاعباء علينا كل ما بتمديني مساحة ان انا احقق الخدمة بالرقم اللي احنا كلنا كمواطنين نقبله. يعني انا عايز اقول لحضراتكم، يعني احنا اعلناها بمنتشف، هي مجرد عشان اعدي شهرين الصيف انا تحملت 1,200,000,000 دولار حطناهم ضخناهم كارقام اضافية على موازنة الدولة علشان اوقف قطع الكهرباء.
قيسوا على ده بقية السنة عشان أدبر الأرقام اللي أضمن بيها إيقاف عملية قطع الكهرباء هتبقى قد إيه على الدولة. طبيعي فترة الصيف بتبقى أرقامها واستهلاكاتها أعلى، لكن متوسطاتنا على مدار السنة بنتكلم في حوالي 4 مليار. دي متوسطات الدولة عشان أوقف هذا الموضوع. طب أنا لو قدرت أخفف جزء من الترشيد، جزء من إيقاف السرقات، كل ده بيساعدني كدولة إن أنا يبقى ما تحملش الأربعة على بعضهم. فده جزء من المنظومة اللي لازم كلنا نبقى واخدين بالنا منها. لكن الأهم ما هو هيفضل الطبيعي مع نمو البلد واقتصادها بيزيد، احتياجاتنا من الطاقة بتزيد، وبالتالي لا سبيل كان قدامنا غير إن إحنا نتحرك في الإسراع بإدخال الطاقات الجديدة والمتجددة. هيتقال لنا طب أنتوا ليه ما اتأخرتوا في هذا الموضوع؟ ما اتأخرناش، لأن الأرقام اللي كانت، ما هو المشروعات دي كلها بتبقى قطاع خاص، الدولة ما بتحاولش إنها تدخل في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لكن نتيجة لأن الموضوع ده كان جديد، الأسعار اللي كانت بتقدم إلينا لسعر الكيلو وات اللي بيقدمه لنا المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي لهذه النوعية كان أرقام عالية قوي، فما كناش قادرين نتوسع بصورة كبيرة جداً، لغاية لما الحمد لله النهاردة مع التقنيات الحديثة ابتدت الأرقام تبقى اقتصادية. يعني أنا عايز أدي لحضراتكم محطة بنبان، محطة اللي هي أكبر حاجة، متوسط اللي أنا بشتري بيه النهاردة الكيلو وات ساعة من المستثمرين نتيجة لأن العقود اللي اتعملت بقالها 5 و6 و7 سنين، متوسط العام ليها ما بين 6 ل7 سنت للكيلو وات. حالياً العقود الأخيرة اللي وصلنا لها بقت 2 سنت. فالنهاردة لو كنت أنا توسعت في المشروعات دي على 7 سنت كنت النهاردة هدفع فاتورة هائلة، وممكن هيبقى الفاتورة بتاعت الطاقة الجديدة المتجددة أعلى بكتير جداً من قيمة الطاقة بالوقود التقليدي. فالنهاردة مع الوصول لأرقام معقولة بقى في توسع النهاردة ورغبة في الإسراع بتنفيذ المشروعات نتيجة لأن الأرقام اللي بقت موجودة النهاردة أرقام منافسة، وبالتالي النهاردة رؤيتنا الحل مشكلة الصيف القادم هو التوسع بصورة أكبر في الطاقة الجديدة والمتجددة مع زيادة الإنتاج من الطاقة التقليدية بتاعتنا.